سلام مقدم، قولي السلام عليكم. قولي عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالكم شباب؟ قولي لايك وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي شباب، أسب أو سلمى معاكم، تحدي الطبخ لأول مرة في قناتي. معي هذا الكتكوت الكائن الصغير، بس خليكم مع الطبخ إن شاء الله ما يجيب العيد. بسوي تحدي أنا وأختي، الأشياء هذه اللي هنا حق الشاورما صح؟ والأشياء اللي هنا حق إيش اسمه فوتوتشيني. التحدي كيف؟ هي تسوي طبخها وأنا أسوي طبخ، بنات أختي بيذوقون ويشوفون أية الأحلى. أكيد طبعا أنا طبخي أحلى ما يحلى. طبعا الفوتوتشيني بنسويه بالفطر بس، فإيش أسوي؟ إيش خلنا نغسل جيب أم العيد أنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا بقطع، انا قطعت خلصت. هذا بحطه كله ورا الكيس. صوتي حلو، اوكي مره كيوت. فهنا تقطيع الفطر والاشياء الجميله هذه. اوكي جوالي مالك داعي. عموما هنا حط المويه في الشيء الحار هذا القدر، وحط الزيت وحط البهارات، الاشياء اللي ما اعرفها انا ولا قد في حياتي قد استخدمتها، ولكن اني اكلها ما ادري كيف، بس انا ماني طباخ. عموما هنا تكسير المكرونه او المعكرونه مثل ما البعض يقول. طبعا اللي يسالني ليش سلمان تسرع، ليش ما حطيت المقاطع الاصليه بالصوت، طبعا ما احب اطول المقطع زياده عن اللزوم عشان المشاهد ما يطفش ويصير يعني سماجه. فهنا صفي المكرونه من الماء، وبعدين في المشهد هذا احطه هنا في الحليب، او مو حليب، هو شو اسمه كريمه حق الطبخ، ما ادري هذا كيف يجي، بس يعني انتم يعني البنات لو قاعدين يشوفون الحين راح يعرفون ايش الكريمه. هذا الناتج النهائي، اللي في اليمين الشاورما حقت اختي، واللي في اليسار الكوتشيني حقتي. هذا الاكل اوكي، عشان اوريكم النهائي، الناتج النهائي يعني شوفوا. هذا طبعا ايش اسمه شاورما، هذا ايش اسمه الثانية، فوتوتشيني. طبعا الفوتوتشيني حقتي المكرونه يبغى لها ملح زياده شوي، والشاورما حقت اختي جدا سيئه. خلاص معليش معليش اقول الصراحه، الشاورما مليانه ملح، مليانه ملح، طعمها جدا مره حلو. لا بس والله صراحه الشاورما كانت حلوه، ولا شو اسمه هذا الفوتوتشيني حقتي كانت شيء خيالي يعني، بصراحة ما اقدر اوصف لكم قد ايش كانت شيء جبار. وبس هنا وصلنا لنهاية المقطع، يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، peace out.